وبعدين اللي موجودين معنا في القاعة دي من وجهة نظري هيحضروا لحظة تاريخية في تاريخ مصر والأمة العربية. ودلوقتي يسعدني أقدم لكم الدكتور العالمي صبح السيد. المؤتمر ده احنا عاملينه عشان نوقع العقد مع الدكتور صبح السيد لتطوير وإدارة مصانع الدالي جروب في لندن. أكيد في كتير منكم عارفين التمن اللي دفعته عيلة الدالي عشان تحافظ على مصانع لندن. وعشان كده قد كده أنا سعيد إن دكتور صبحي يكون عنده الشجاعة إنه يساعدنا في تطوير هذه المصانع. ودكتور صبحي غني عن التعريف كنابغة في عالم الكيمياء. فأنا اسمحوا لي أترك له الفرصة يقول كلمته. البقاء لله. صراحة ما فيش كلام الواحد يوفي بيه المرحوم حقه. كان عملة نادرة. عملة نادرة في الزمن الرديء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. لكن الزعل هيبقى أكتر لو عرفت إنه ما كانش هو اللي مقصود بالمرة باللي حصل ده. لكن تقول إيه؟ ده قضاء. ومحدش بيهرب من قضاء. في دي معاك حق. محدش بيقدر يهرب من قضاء. أنا عندي رسالة ليك، بس الرسالة دي مش مني. الرسالة بتحذرك وتقول لك اوعى تتجنن في مخك وتفكر تعمل اللي عملته ده مرة تانية. السبب بسيط جدا، إنه مش هيحصل. من رابع المستحيلات إنه يحصل. مع خالص التعازي للدكتور صبحي وصديق عمرك رفي عزيز.
أنا مش مصدق نفسي، أول مرة تعملها ومش هتكون آخر مرة إن شاء الله. خير؟ خير جدا، لدرجة إنك مش هتصدق. معاش اللي يكذبك يا سعد. بلغ الجماعة بتوعك إن أنا وافقت على بيع المصانع. قلت إيه؟ إيه؟ مالك؟ لا بس أنا متهيألي ما سمعتش كويس. اللي سمعته مظبوط، بس خليهم ياخدوا قرار بسرعة قبل ما أرجع في كلامي. بيني وبينك حكاية ما تتصدقش. ما تستعجلش، ما أنت لسه ما سمعتش بقية الكلام. قول يا سعد بيه. المصانع دي أنا هاخد فوق تمنها دبل. ثلاث أضعاف؟ متهيألي إن ده أقل تعويض عن كل اللي ضاعوا بسبب المصانع دي. حاضر، من عناية هبلغهم. بلغهم كمان إن العرض ده ساري لمدة 24 ساعة بس، بعدها أشوف مشتري تاني. أنت عارف المصانع دي مطلوبة قد إيه؟ هو مفهوم طبعاً، بس يا أخي فضولي بينقح عليا. أنا لو مكانك هأجل فضولي ده لحد ما يوافقوا ونتقابل وجهاً لوجه، وأقولها لك بنفسي. معاك حق. في انتظار ردك. سلام أخوي. ألو عاصم، أنا هطلب منك أهم حاجة ممكن تعملها في حياتك. كده مظبوط؟ مظبوط. خلاص هنبيع. عندكوا حل تاني؟ واحنا بس المشكلة إن احنا قلقانين لأن احنا مش فاهمين. وبعدين ما دام احنا عندنا أصلاً نية البيع، يبقى كان ليه كوبي كل اللي حصل لنا من الأول ده. وأنت يا هبة مش عايزة تقولي حاجة؟ محتاجة أفهم زي الكل يا بابا. مع ان انا كنت شايف ان الحكايه واضحه زي الشمس يعني، بس الظاهر الفضول اتنقل من سليمان لكلكم. بصراحه انا دلوقتي عندي 65 سنه. لسه شباب يا بابا. يا بنتي 48 سنه فيهم قاعد اجري في السوق، تعبت عايز ارتاح، وانتوا كمان لازم ترتاحوا. عايز اعيش اللي فاضل من عمري في سلام. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ ربنا يديك طول عمرنا يا سعد بيه. حضرتك عمرك ما. الو يا مستر سليمان، الليله فين؟ عارف المكان. مع السلامه. يا عاصم، الميعاد الليله، انت جاهز؟ العود جاهزة، مش هنمضي؟ مكتوبة بالعربي؟ باللغتين. بقيت سبب. شكرينا حبيبي، ربنا يخليك. انتوا بتعملوا ايه؟ رجالتي وادخلوني انا؟ الخيانة تمنها الخيانة يا سليمان. يا اولاد الكلب. بقولت اتفضلوا انتوا عشان اعصابه تعبانة. انا هوريكم انا هعمل فيكم ايه. اتفضلوا يا رجالة. ده انتوا لحم كتافكم من خيري. استنوا عليا، انا هشدوكوا واحد واحد. اوعى تفتكر انك لما هتخلص مني هتعيش في امان. انت بكده هتفتح على نفسك كل ابواب جهنم. هيكون اكتر من ابواب جهنم اللي فتحتوها على عيلة الدالي. دي من حسام الدالي، دي من فوز الدالي، دي من خالد الدالي.
ودي مني انا سعد الدالي. الايام اللي جايه هتبقى صعبه قوي بعد اللي حصل. ومن امتى كانت ايامنا سهله يا باسم؟ خليها على الله. خلي بالك من نفسك يا عم. انتوا خلوا بالكم من نفسكم. هتقعد كتير في لندن؟ ايه يعني هم يومين اطمن على الوضع هناك وهرجع على طول. تروح وترجع بالسلامه يا بابا. ربنا يسلمك يا حبيبتي. سعد خلي بس اللي مامته يقعدوا عندنا هناك وترجع من السفر عشان تبقى مطمن عليهم. ربنا يخليك. ألفت هي ألفت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مين ده اللي كاره دنياك وبيشتهي موتك؟ مين ده اللي موته بكلمتك وحياته بسكوتك؟ مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ مين ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك؟ وغريب يا صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك تشتكي همك؟ غريب يا صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك طعنك وسابك تشتكي تشتكي همك. Thank you.